بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في درس جديد من دروس اتعلم مايكروسوفت إكسل. النهاردة بإذن الله هيكون الجزء الرابع من سلسلة دروس كيفية تصميم نظام محاسبي في شكل اليومية الأمريكية. اتكلمنا في الدروس اللي قبل كده إزاي نعمل صممنا اليومية الأمريكية، وبعد كده عرفنا إزاي نعمل المعادلات، وبعد ما عملنا المعادلات عملنا الأستاذ العام. النهاردة بإذن الله هنتكلم على كيفية تصميم ميزان المراجعة. هنضيف شيء جديد ونغير الاتجاه بتاعها ونقول له الاسم بتاع الشيت ميزان المراجعة، وناخد الداتا بتاعتنا كنترول و سي ونقول له هنا كنترول في، ونغير الليبل ده يبقى اسمه ميزان المراجعة. طيب اول حاجة هنعملها في ميزان المراجعة ان انا هعوز لستة باسماء الحسابات اللي انا اجيب الارصده بتاعي. اجيب اسماء الحسابات دي منين؟ من دليل الحسابات. اجي على دليل الحسابات واجي اخد الاسماء دي كوبي، واقول له في ميزان المراجعه بيست لينك. اجي اضيف هنا بس الاول صف، اقول له سكيب، بحيث ان انا ما لما باجي ادوس انسرت هيقول لي اعمل انسرت للحاجات اللي معمول لها كوبي في الكليب بورد. اقول له لا مش عايز، اقول له اوكي انسرت كمان رو، واجي اقول له هنا انا عايز ده هيبقى اسمه الحساب. ليه انا عملته ميرج؟ عشان هيبقى في عندي هنا حاجه اسمها الارصده الافتتاحيه، وعندي مدين وداين، وبعد كده عندي الحركات نفس النظام مدين وداين، وعندي في الاخر خالص هيبقى الأرصدة الختامية. طيب انا كده عملت الجدول اللي هشتغل عليه، احط الداتا فيه بقى ازاي؟ في طريقتين الناس بيشتغلوا بيه. الطريقة الأولانية إن هي بتيجي على أول خلية هنا، ساب الصندوق مدين، تروح جاي بيعمل يساوي الأستاذ العام الافتتاحي بتاعه في الصندوق مدين. طيب لو داين مفيش داين، البنك بيساوي الأستاذ العام البنك، مصاريف التشغيل بيساوي الأستاذ العام مصاريف التشغيل. دي طريقة ناس كتير بيشتغلوا بيها ومفيش فيها أي مشاكل. طيب مشكلة الطريقة دي بالنسبة لي إن هيبقى فيها الشغل كتير شوية، طبعا وأنا بصمم الشيت أول مرة، بعد كده هيبقى الشيت ثابت معايا. في طريقة تانية بالمعادلات، إن أنا هكتب معادلة واحدة تجيب لي الأرصدة الافتتاحية للمدين على 25 حساب مرة واحدة. أنت طبعا يرجع لك عايز تشتغل بالمعادلة بتاعت يساوي وترجع للشيت بتاع الأستاذ العام، أو بالمعادلة اللي هنعملها دلوقتي. أدلة المعادلات دي ونشوف المعادلة هتبقى ماشية إزاي. هقوله بيساوي، نغير اللغة، إندكس، بقوله أنا عايز الإندكس تجيب لي رصيد الحساب، فأديله الجزء اللي فيه أرصدة الحسابات. طبعا أنا شغال في الأرصدة الافتتاحية، فأديله جزء أو الداتا اللي فيها الأرصدة الافتتاحية. أعمل سيلكت على الصف اللي فيه الرصيد الافتتاحي، تمام كده، واقول له اف 4. طيب دي اول حاجه. بعد كده بقول له بقى خش على الجزء اللي بعديه، بيقول لي انت عايز انهو رو، اقول له لا انا ما عنديش غير رو واحد بس اللي انا هشتغل عليه، فسيب الجزء ده فاضي. طب بيقول لي انت عايز تطلع انهي كولوم، يعني عايز تطلع انهي فاليو. فانا في حالتي انا عايز الجزء بتاع الصندوق، انا عايز الرصيد بتاع الصندوق يبقى رقم كام؟ ادي 1 2 3، فيجيب لي رقم 3. فانا لو كتبت هنا 3 مانيوال ودوست قفلت القوس هيجيب لي ال 25. طيب لو كتبت الثلاثة دي خليتها 5
هيجيب لي صفر. الصفر اللي هو ايه؟ بتاع البنك. انا كتبت هنا 5000 وجيت على ميزان المراجعة هتلاقي جاب لي 5000. دوس كنترول وزد بحيث ان ارجع كل حاجة زي ما كان. طيب ادوس F2 تاني واجي امسك الخمسة دي اشيلها واشوف دالة بتجيب لي ترتيب او تضيف لي الارقام بطريقة بقى باي طريقة، المهم ان انا يبص لي على الخانة الصح. طيب انا هستخدم دالة اسمها الدالة ماتش. الدالة ماتش بقول لها بصي على قيمة معينة جوه الرينج وقولي لي القيمة دي موجودة ترتيبها فين جوه الرينج دوت، تمام كده؟ فأقول له بصي لي على اسم الحساب، بعد كده أقول له سيمي كولن. هتبص فين؟ أقول له بص على أسماء الحسابات، وبعد كده أقول له F4، وبعد كده بيقول لي أنت عايز طريقة البحث جوه الرينج دوت تبقى ماشيه ازاي. هقول له بما اني بدور على تكست فخليها اكزاكت ماتش، يا اما دبل كليك يا اما اكتب صفر واقفل القوس بتاع ماتش. خلصت ماتش اقفل القوس بتاع اندكس وادوس انتر. كده جاب لي ان الرصيد الافتتاحي بتاع الصندوق كان ب 25. طيب خلينا نخش هنا على الرصيد دوت ونكتب ارقام تانية بحيث ان انا ابقى شايف الدنيا ماشيه معايا مظبوط ولا غلط. اكتب مثلا هنا 10000، مصاريف التشغيل صفر لحسابات مؤقته، العملاء كان ب 12000، المبيعات مفيش فيها حاجة، المخزون 6000، خلينا ناخد حاجة فيها دائن، الموردين مثلا 30000، أرصدة دائنة 25. أنا بعمل الكلام ده كله ليه؟ بحيث إن هو يبان عندي في ميزان المراجعة لما أجي أسحب المعادلة لتحت. نبص عليها تاني كده نتأكد إن هي مظبوطة ولا لأ. طول بص على الصف اللي فيه الأرصدة الافتتاحية ويطلع لي بناء على اسم الحساب موجود فين بالظبط هات لي القيمة. ده هيمشي معايا في مدين. لما نيجي نخش على دين هنشوف التركية اللي هنعملها بحيث ان هو يجيب لي الخانة الصح. اسحب المعادلة معايا لغاية الاخر هتلاقي البنك جاب لي الرصيد الافتتاحي بتاعه بصفر بألف، اسف ادي 1000، عندي العملاء والمخزون 12.6، لو جينا هنا في الميزان 12 في العملة والمخزون كده الحمد لله الشغل بتاعي مظبوط. طيب خلينا ناخد المعادلة دي كوبي واجي في الداين واقول له بيست وادوس انتر، هيجيب لي 25 هي هي، بس مش ده اللي انا عايزه. ليه؟ لان هنا بيخش بيشوف فين الصندوق، لو جينا هنا على الاستاذ العام بيجي يبص على الصندوق يلاقيها رقم كام، ادي 1 2 3 رقم 3، فطلع ان 3 في الرينج اللي فيه الفاليوز بتاعت الحسابات تحت المدين. انا عايز ياخد رقم 4، اروح انا اعمل ايه؟ اجي في الميزان بتاع المراجعه واجي هنا واقول له زائد 1 واسحب المعادله بتاعتي لتحت. المفروض انا كنت عامل كذا حساب في ارصده دينا، ادي الموردين ب 30000 مظبوط، ادي ارصده دينا فيها ال 25000 مظبوط. كده انا جبت الارصده الافتتاحيه بشكل صحيح. طبعا الميزان طبعا مش هيطلع عندي متزن لان دخلت ارقام عشوائيه من غير اي اتزان في الشغل بتاعي، بس مش مشكله لما نيجي نطبق او ندخل القيم على التمارين اللي موجوده معانا ان شاء الله الشغل هيبقى ماشي مظبوط. طيب كده انا عملت الارصده الافتتاحيه نفس النظام في الحركات. هنكتب المعادلة من أول وجديد بحيث إن إحنا لو ما فهمناهاش من أول مرة يفهمها في الطريقة في المرة التانية. أقول له إندكس وأديله المكان اللي فيه الرصيد اللي أنا عايز أطلعه، ففي حالتي هيبقى موجود فين؟ في الإجمالي. وأقول له F4، وبعد كده أقول له أنا عايز ماتش. لو لاحظنا هنا إن أنا هنا في الاندكس هاخد الرو، مش عايز انا الرو، انا اقول له انا بشتغل بالكولن فاعمل له كمان سيمي كولن واقول له عايز ماتش واسيب. ارجع للميزان المراجعه اقول له بص على اسم الحساب وبعد كده سيمي كولن واخش على الاستاذ العام وادي له الرينج اللي فيه اسماء الحسابات وادوس F4 وبعد كده سيمي كولون واقول له انا عايز اكزاكت ماتش في البحث
واقفل القوس بتاع ماتش واقفل القوس بتاع اندكس. كده جاب لي الارصده بتاعه الحركات، دبل كليك عشان تنزل معايا لتحت. طيب اول ملاحظه ان انا لما جيت قلت له انا عايز الاجمالي، جاب لي الموضوع الشامل الرصيد الافتتاحي. يبقى معنى كده ان القيمه اللي ظاهره عندي في الحركات غلط. طيب الحل ايه؟ هاجي في اخر المعادله واكتب ناقص الرصيد الافتتاحي واقول له بعد كده انزل معايا للاخر. يبقى انا كده ايه، جبت اجمالي الحركات لكل حساب خلال السنه. اخد المعادله دي كوبي، كنترول وسي، كنترول وفي، واضيف هنا الواحد عشان يجيب لي الدائن، كنترول وانتر، واسحب المعادله لتحت. خلينا نطمن، هو في فعلا 22000 موجودين عندي في الدائن اللي على الصندوق. ادي الصندوق، هو هنا ميزان مراجعه الحساب كده، المعادله فيها مشكله. خلينا نبص مع بعض المشكله فين. هندوس F2 بحيث ان نبص على المعادله نشوف المشكله جايه منين. لو بصينا هنا C7 هو بيطرح المدين، كان المفروض اقول له D7 اللي هي الخلية بتاعت الدائن، أقول له ناقص وأشاور له على الرصيد الافتتاحي في الجزء الدائن وأقفل القوس. بيقول لي كده في هنا مشكلة ولا حاجة، خلينا نبص إيه هي. تمام، أنا معرفش المشكلة فين، بس خلينا نبص تاني. لو بصينا كده هنلاقي إن هو المعادلة مفيش فيها مشكلة، هو أنا بس اللي اتخضيت لما لقيت التلات آلاف هي زي ما هي في المدين والدائن. لو جود عملت دبل كليك للآخر، خلينا برضو نعمل تأكيد، نيجي مثلا في شهر واحد على حساب البنك ونقول مثلا هنا 12000، ونيجي على الميزان قبل 12000 مدين. يجي في شهر واحد ناخد مثلا إيرادات ب12000 أو 25000، ميزان عندي المبيعات. تمام كده الشغل مظبوط. كده أنا خلصت الجزء بتاع الحركات، ما تبقاش عندي غير الأرصدة الختامية. هعمل معادلة F بحيث إن أنا أشوف مين، لو المدين افتتاحي وحركات أكبر من الدائن افتتاحي وحركات، ياخد المدين ناقص الدائن. اقول له اف، كنا عملنا فيديو قبل كده على ازاي نعمل المعادله دي بس نكررها تاني. اقول له اف مدين زائد مدين اكبر من او يساوي الدائن زائد الدائن. لو المدين اكبر من الدائن هنعمل ايه؟ هنقول له المدين زائد المدين ناقص الدائن ناقص الدائن، واقفل واقول له بعد كده سيمي كولون واقول له صفر لو ان الدائن هو اللي اكبر من المدين، وبعد كده اقول له كنترول وانتر واسحب المعادله لاخر الرينج ونبص كده. مظبوط، جميل جدا. بنفس النظام بيساوي اف لو الدائن اكبر، الدائن زائد الدائن أكبر من أو يساوي المدين زائد المدين. هنعمل إيه؟ أقول له خلاص خد الدائن زائد الدائن ناقص المدين ناقص المدين. وبعد كده لو طلع إن الدائن مش أكبر من المدين حط لي صفر، لأن كده في الحالة دي هيبقى رصيد مدين، وأقفل القوس وأسحب المعادلة لتحت. كده أنا خلصت الشغل بتاع الأرصدة الختامية. نراجع على المعدات تاني نشوف هي جت إزاي. هناخد الحركات، عملت اندكس قلت له بص لي على الصف اللي فيه الأرصدة اللي هو كان صف رقم 21. تمام، وقلت له طلع منه القيمة اللي تظهر لك اللي هي 3000. بس هيطلع 3000 بناء على ايه؟ بناء على ترتيب معين انا بديهوله. الترتيب ده اللي هو ترتيب حساب الصندوق جوه الرينج اللي هو جوه الصف الخامس. تمام، نفس النظام زي ما هي في المدينة عملتها في الدائن،
وفي الآخر طرحت منها الرصيد الافتتاحي، لأن أنا عندي في الأستاذ العام الصف بتاع الإجمالي الشامل، لو بصينا عليه كده دوسنا F2 هنلاقي شامل الرصيد الافتتاحي، فبحيث إن ميبقاش في عندي القيمة مضاعفة في الخانة بتاعة الحركات، فبضطر أطرح القيمة بتاع الرصيد الافتتاحي. الجزء بتاع الرصيد الختامي أنا عملت عملية مقارنة، خلينا بس نوسع. الصف كده شوية العمود، وبعد كده ادوس F2 ونشوف المعدات اللي بيقرا. بقول له عملية F بسيطة، شوف لو مجموع المدين افتتاحي زائد مدين حركات أكبر من دائن افتتاحي ودائن حركات، لو المدين أكبر من الدائن يبقى كده الرصيد المفروض مدين، فتروح واخد المدين زائد المدين افتتاحي وحركات، تطرح منه الدائن افتتاحي ودائن حركات. طب لو افترضنا إن الدائن أكبر من المدين يبقى كده الرصيد هيطلع داين، فيظهر لي صفر في العمود بتاع المدين. بنفس الأسلوب في الجزء بتاع الدائن ختامي، قلت له شوف لو الدائن افتتاحي زائد الدائن حركات أكبر من المدين افتتاحي والمدين حركات، يبقى أنا كده الرصيد الختامي بتاعي هيبقى إيه؟ دائن. يبقى في الحالة دي اظهر لي الدائن افتتاحي وحركات مخصوم منه أو طرحنا منه المدين افتتاحي والمدين حركات، وقفلت القوس وديته صفر طبعا لو ان الرصيد هيبقى مدين، وسحبت المعدات لتحت. نعمل بعد كده عندي بس شوية تنسيقات على الجدول بتاعي. بعد كده كنترول و A، نرجع الجزء ده زي ما كان، كنترول و A all borders، وبعد كده نضيف عندي هنا إجماليات، تأكد واخد الرينج مظبوط، كنترول و C أسحبها مع كل المعادلات، وأوسع العمود شوية، وأتأكد إن أنا عندي الشغل بتاعي مظبوط، كنترول و سي. يبقى كده أنا عندي، طبعا زي ما قلنا قبل كده أنا مدخل قيم تجريبية، فبالتالي الميزان مش هيبقى طالع عندي متزن. بإذن الله في الفيديوهات اللي جاية لما نيجي ندخل قيم صحيحة هنلاقي إن الميزان بإذن الله مظبوط. زي ما عملنا قبل كده برضو هنظبط الشيت دوت للطباعة، هنكتب هنا بس الإجمالي، هنديله فورمات معين كده بولت، وكنترول و ايه والبولترز السك هنا، بعد كده سيلكت الداتا دي كلها، بيج لاي اوت برنت اريا، الحمد لله ان هي جايه في صفحه واحده. ممكن ندوس كنترول و F2 مظبوط كمان مفيش اي مشاكل، ندوس كلوز ونسيف الملف بتاعنا، بحيث طبعا لو لا قدر الله اي حاجه حصلت يبقى الشغل بتاعي متسيف. بكده يكون درس النهارده في الجزئيه بتاعه ميزان المراجعه انتهى. طبعا قد يكون الدرس بتاع النهارده تقيل شويه لان انا عملت فيه معادله بتاعه اندكس وماتش زي ما قلت في اول فيديو، دي طريقة. الطريقة التانية ان انا بعمل كنترول و سي، لو جيت هنا كده وقلت له كنترول و في، ان انا بقول له كنترول و سي وقول له هنا دي بيست فاليو، ان انا بقول له بمسك معادلة معادلة خلية خلية او حساب حساب، وقول له الصندوق رصيد المدين بتاعه افتتاحي انتر، البنك له رصيد افتتاحي مدين، مصاريف التشغيل طبعا افتتاحي الحسابات المؤقتة دي اللي هي بتاع قيمة الدخل بتبقى صفر فمفيش فيها مشكلة، العملاء اجي اخد على حساب العملاء مدين، وبعد كده بروح ناسخ المعادلة دي للجهة بتاع الدائن، يبقى انا كده جبت المدين والدائن. بنفس الاسلوب في الحركات همشي معاها من الاستاذ العام، لكن انا لقيت ان الموضوع ده هياخد مني وقت، ان انا لو انا عندي حسابات كتير ولكن مثلا 50 حساب، فانا عاملها ادي 50 أرصدة افتتاحية وخمسين حركات، يبقى هعمل العملية دي 100 مرة. أنا عندي المعادلة كتبتها 3 مرات تقريبا وخلصت الشغلانة بتاعتي. لو في أي أسئلة بخصوص الجزء دوت أتمنى إن احنا نسيبها في آخر الفيديو إن شاء الله، أو في الكومنتس في الموضوع على الويب سايت، وإن شاء الله نحلها مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.